بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتحدث في هذه الفقرة مع المهموم، مع هذا الإنسان الذي بلغ الهم به إلى العجز، أصبح يظن بأن شرب الدخان يخفف عنه، مع أن الدخان يغضب الله لأنه يصرف أمواله ويهلك نفسه وصحته وجسده، يظن بأن هذا يخفف عنه، يلجأ إلى قتل الوقت مع أن الوقت ثمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت عندما تكون لديك الصحة، هنا اجتهد، قدم لنفسك. ماذا تنتظر حتى تكون كاهلا، حتى تكبر في العمر ولا تستطيع أن تنهض بالمسؤوليات؟ أنت صاحب صحة، اغتنمها. لديك وقت، فإذا فرغت، إذا أصبح لديك فراغ، فانصب، اجتهد في الطاعة. هذه آية. نعم، من هنا أيها الأخ الكريم، أيها المهموم، من هنا فابدأ، اعرف بأنك على ذنب عظيم إن أنت أتيت هذه الأمور وظننت أنها تخفف عنك. إن الذي يخفف عنك البلوى هو الله، وإن الذي يرفع عنك البلوى هو الله، لأن الله يقول في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إنه تحريض من الله، أعلى درجات التحريض، لتعلم بأن الذي يكشف عنك ذلك هو الله، فالجأ إليه. لا دخان يشفيك، ولا قتل الوقت في المقاهي والحفلات والسهرات الماجنة تشفيك أبدا. لا يشفيك من دائك إلا الله. فرج كربات الناس، يفرج الله كربتك، لأنه جزاء الإحسان الإحسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ماذا أقول؟ هذه مرآة القرآن، انظر إليها وتعرف على نفسك. هل أنت فعلا تثق بالله؟ لو كنت فعلا تثق بالله، ليس مجرد أن تذكر الله بلسانك: الحمد لله، لا إله إلا الله، لا 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 لا، طبعا هذا مطلوب، لكن أن يخرج من قلبك هذا الذكر، أن يخرج من قلبك، لأنك عندئذ تكون ثابتا، أن يكون هذا عقيدة، ثقة بالله سبحانه وتعالى. أنت تثق بأن الله لابد سينفذ وعده، وأن الله لن يخلف وعده أبدا. يقول عليه الصلاة، يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طبعا لابد، وأنت تنتظر هذا المخرج وأنت على ثقة. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبو بكر: لا تحزن، إن الله معنا. نعم، إن الله معنا، مع أنه لا يرى إلا أن الأمر مضطرب، وأنه يعني لو نظر المشركون إلى موضع أقدامهم لرأوهم، لكن هو على ثقة. موسى عليه الصلاة والسلام قال له الناس من خلفه: إنا لمدركون. فرعون وراءهم والجنود: إنا لمدركون، ولم يكن أمامهم إلا البحر. ماذا قال موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه الثقة المطلوبة. هل نحن لدينا هذه الثقة؟ إذا كانت لديك هذه الثقة فهنيئا لك. لماذا الهموم؟ لماذا؟ أدلك على شيء: ارفع سقف اهتماماتك، تصبح المشاكل بينك وبين أهلك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك تافهة، كلها تافهة. العكس، أنت تستعلي عليها، تجعل المشاكل هذه طريقا إلى رضا الله بالصبر عليها وبحسن التجاوب معها. تقول مثلا: أنت لولا الشيطان لكنت أنا في درجة كذا في النعيم، لولا زوجتي ما كانت كذا كنت كذا، لولا أولادي. لا لا لا، لا تجعل اللوم على هذه المخلوقات، هذه بلاء، وأنت لا يمكن أن ترتقي إلى الجنة إلا بهذا البلاء. فعليك أن تستعلي وتتقوى بالله تعالى على هذا، على هذه الهموم الصغيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأختم حتى لا أطيل مع أنني ربما أطلت، اعذرني، يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة أكبر همه، جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت
الدنيا أكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، إذن لماذا الهم؟